بعد ما تابعنا مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، هنروح دلوقتي نتابع معاكم كمان الاحداث اللي هتحصل النهارده. على سبيل المثال انطلاق النسخه الاولى لمنتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول في القاهره، وصرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدوله، واخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، القاهرة هتستضيف منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في نسخته الأولى، واللي بينظمه البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهيستمر لحد يوم 25 مايو. كمان النهاردة هتبدأ ولمدة 4 أيام عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر مايو، وده للموظفين بالجهات والوزارات الحكومية الخاضعة لموازنة الدولة العامة وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة. النهاردة ختام فعاليات الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية اللي عقدت على مدار 10 أيام بأكاديمية تدريب الأئمة ب6 أكتوبر. كمان النهاردة هيتم افتتاح فعاليات الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة. هيشارك في المعرض 150 شركة محلية ودولية في مختلف صناعات أنظمة التبريد والتكييف، بجانب مشاركة أكثر من 500 مكتب استشاري من أكبر المكاتب في مصر.